لله على السلامة. أهلين الياس. أهلين. تعليقات الصحافة على أمسيتك بالشام كانت كتير إيجابية. هاي أهم أمسية بعملها بحياتي لحد الآن. خبرني، شو هو الموضوع المهم اللي قلت عايزني بخصوصه؟ الياس، مين هاي نادي عشرتي؟ يعني للصراحة ما بعرف شي كتير مهم عنه. ايش بتعرف عنها؟ يعني كل اللي بعرفه عنها انه ست فلسطينية، شخصيتها قوية، وكلمتها مسموعة عند الأخ أبو عمار. ليه شفتها؟ وين؟ عند أبو عمار. طيب، تبقى بتحكي لي بالتفاصيل بعدين، أنا مضطر أمشي. لوين؟ على البيت، مستعجل. صحيح الأستاذ إبراهيم عرف إني رح أشوفك فطلب مني أوصل لك بريدك. شكرا. أستاذ محمود، في أحكي معك كلمتين. أهلا وسهلا، تفضلي. اسمح لي أعرفك عن حالي. أنا سلبي أبو عقل، بشتغل بالصحافة وأحياناً بكتب أشياء منوعة. تذكرتك، شفت صورتك منشورة مع قصيدتك بالملحق. على فكرة هي القصيدة فيها خصوصية واضحة. معقول النجوم بيقروا لصغار الكتاب؟ هذا هجاء على شكل مديح. لا، إذا هيك أنا بعتذر. ولا يهمك، بفهم من هالإشي إنك بتكتبي قصة كمان. فيك تقول إني بجمع من كل بستان حجر، من كل سما غيمة. أهم إشي إنك تلاقي الصوت الأقوى جواتك وتركزي عليه. ما المشكلة إن الصوت الأقوى جواتي بيتغير من يوم ليوم، وأحياناً من ساعة لساعة. صراحة أنا كنت حابة أعمل معك انترفيو، بس أجلت هيدا الشيء لأني ما كنت بعرفك منيح. شو رأيك؟ من حيث المبدأ ما عندي مانع. شوفي الوقت اللي بيناسبك وأنا جاهز. إيه، وأنا جاهزة. قصدك هلأ؟ ليش لا؟ لأني مرهق وتلفان من الجوع. إذا هيك تفضل معي. على وين؟ أنا بعرف مطعم بسيط ونظيف وأكله بطير العقل. بقدرش أروح لبعيد، عندي على الساعة 4 موعد ببيت. وأنا بضمن لك إنك تكون ببيتك قبل الساعة 4. تكرم عيني. حاضر. شرفي. سعيدة أبو توني. سعيدة مدموزيل سيلفي، إلو زمان هالأمر ما بين. ما إن أسبوع جايين لهون. لا يا أنسة سيلفي، ليش الأسبوع قليل؟ علي ما علي إني بشتاق لك وأنت هون. باردون، أنا لازم أغسل دياتي. Thank you.
شو من وين هيدا المكتوب؟ من ورا هالبحر، من أمي. لما كنت صغير كانت أمي تغني وهي عم تشتغل. أمي يا أمي حبيبي وينه؟ سكر البحر ما بيني وبينه، كأنه متضيق لو في له دينه. عشرة عصمر لي ما بيهمونا، هي تحققت نبوءة الأغنية وصار البحر بيني وبين أمي. وديني فيش حدا عم يوفيه. كيفك يا إبراهيم؟ اسمع، بس يرجع محمود من الشام بتجيبه وبتمره لعندي ضروري. امتى رجع من الشام؟ ما انا اتصلت بالمركز قالوا لي ما اجاش. طيب تنساش اللي قلت لك عليه. مع السلامه. شو سالفه؟ ما في مرحبا؟ شو؟ شو؟ هذا بده يكسر من خير العالم، انكسر من خاره. احكي لي شو صار معك؟ بدي انصحك نصيحة، إذا أنت ناوي تصير بني آدم طبيعي وحقيقي، بنصحك تتعرف على محمود، أوكي بول؟ لا، على هيك أنت حالتك حالي. على هيك ممكن تتركني بحالي؟ لو سمحت. تعبئة المشط شغلة كتير بسيطة، بناخد رصاصة وبنضغط عليها فبتنزل محلها، وهيك بنضل نعيد العملية حتى ينتلي المشط على الأخير. هسا المسدس صار جاهز، والإطلاق بالمسدس عادة بيكون غريزي، يعني بتوجه سلاحك على الخصم وبتدوس على الزناد. وهسا المسدس بوضعية الأمان، لما بدك تدخره ما عليك الا تسحب هالكتله لورا، ولما بترجع هالكتله لورا تاخذ رصاصه من المخزن على بيت النار، وهيك بكون سلاحك جاهز. استاذ كمال تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا بستاذن استاذ. شرف. مع السلامه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيفك؟ بيقول بريخت: ذاك الذي يبتسم لم يسمع النبأ السيء بعد. الله يلعن ابو بريخت وساعته. خير؟ اليوم جماعه الموساد حاولوا يقتلوا الدكتور محمود العمشري، مكر المنظمه باريس. ايش وضعه هلا؟ لسه بغرفه العنايه المركزه، مشفى كوشه. عم بيقولوا انه وضعه خطير. اصاباته بين الفخذين بليغه جدا. بين الفخذين؟ ليش؟ كيف تمت عملية الاغتيال؟ الكلاب كانوا زارعين عبوة ناسفة تحت أرضية المكتب الخشبية، نفس المطرح اللي بيوكل فيه الدكتور لما بده يرد على التليفون. اليوم الساعة 9 الصبح
اتصلوا فيه وفجروا العبوة من تحته. هاي ضربة كبيرة لنا يا محمود. يبدو أن الصهاينة كرروا يغتالوا خيرة العقول الفلسطينية. احنا لازم ندافع عن انفسنا. اذا كان لابد ان نستشهد لازم نروح شرخاص. اذا بدك خليني امشي بس عليك. دربوك استعماله؟ المشكلة مش بالتدريب، المشكلة هون وهون. الدفاع عن النفس حق مشروع وبتكره كل القوانين والشرايع. بس أنا طبيعتي إشي تاني. إيش يعني؟ يعني إذا كان لابد أن يصير قتل فأنا بفضل دور المقتول على دور القاتل. كلام شعري وجميل، بس يا خيي محمود احنا لازم نطلع من الشعر والخيال للحقيقة والواقع. الشعر هو حياتي الحقيقية، مش قادر اطلع منه. في القديم نسيم تطبيقات وغن قريت اليوم الثاق للشهيد غسان كنفاني المنشور بالملحق. قال لي كمبي بالفعل. بس يعني ايه؟ يعني ايش؟
حاسس بصوتك في رنة عتب. عتب؟ لا مش عتب أبدا. مهما قلنا وحكينا وكتبنا لداخلين ذكرى العظيم غسان كنفاني مضل مكسرين في حقه. بس في جواتي سؤال. ايش هو؟ يا ترى شو ممكن تكتب عن موتي انا؟ بعد ما كتبت كل اشي عن غسان كنفاني. طوبى لشيء لم يصل. هذا هو العرس الذي لا ينتهي في ساحة لا تنتهي. هذا هو العرس الفلسطيني. لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شريدا. دمهم أمامي لا أراه، كأنه وطني أمامي لا أراه، كأنه طرقات يافا لا أراه، كأنه قرميد حيفا لا أراه، كأن كل نوافذ الوطن اختفت في اللحم، وحدهم يرون، وحاسة الدم أينعت فيهم وقادتهم إلى 20 عاما ضائعا، والآن تأخذ شكلها الآتي حبيبتهم وترجعهم إلى شريانها. دمهم أمامي لا أراه، كأن كل شوارع الوطن اختفت في اللحم، وحدهم يرون، لأنهم يتحررون الآن من جلد الهزيمة والمرايا. ها هم يتطايرون على سطوحهم القديمة كالسنون والشظايا. ها هم يتحررون. كل شيء ينتهي من أجل هذا العرس. مرحلة بأكملها أفاقت ذات موت من تدحرجها على بطن الهزيمة. الشيء أم هم يدخلون الآن في ذرات بعضهم، يصير الشيء أجسادا، وها هم يتناثرون الآن بين البحر والمدن اللقيطة. يدخلون الآن في ذرات بعضهم، يصير الشيء أجسادا، وهم يتناثرون الآن بين البحر والمدن اللقيطة، ساحلا أو برتقالا. كل شيء ينتهي من أجل هذا العرس. مرحلة بأكملها، زمان ينتهي. هذا هو العرس الفلسطيني. لا يصل الحبيب إلى الحبيب إلا شهيدا أو شريدا. أستاذ محمود تفضل اركب. تفضل عاوزك كلمة. شو رأيك باللي صار في فردان؟ رأيي إن اللي صار جريمة بشعة وخطيرة بكل المعايير. أدت بضربة واحدة لاستشهاد 3 من رجال الصف الأول بالمقاومة. بس دلالات يلي صار أخطر بكتير. المجرمين رادوا يفهمونا إنهم قادرين يوصلوا للي بدهم إياه حتى لو هو بسريره. وهي رسالة مخيفة ومقلقة فعلا. مدام وصلتك الرسالة اللي بتخوف عن جد، ممكن أسألك ليش رفضت تتدرب على السلاح؟ ست ندى، أنا كشاعر بعتقد إنه الحياة معجزة ما بيجوز ياخدها إلا يلي عطاها. بالمختصر أنا إلي موقف مبدئي ضد القتل. لو اضطريت إني أختار بين دور القاتل ودور القتيل، أنا بفضل أكون الضحية. ثانيا، مش ضروري كل الناس يحملوا نفس السلاح. أنا من زمان اخترت سلاحي،
مش ناوي أغيره، لأنه إذا ما كان أهم فأنا متأكد أنه ما بيقلش أهمية عن أي سلاح تاني. بس الختيار قال لك أنه هالسلاح ما قدرش يحمي الشهيد وائل زعاتر. أحياناً حتى الأسلحة النارية بتقدرش تحمي اللي حاملينها. خليني أذكرك أنه كمال ناصر وأبو يوسف وكمال عدوان كانوا مسلحين، اثنين منهم ما لحقوش استعملوا سلاحهم واللي استعملوا استشهد كمان. تحياتي دكتور. تحياتي استاذ الياس. شرف سطيح. محمود ممنوع مكتبه وعلى تليفون البيت مش عم برد. اتصل فيك شيء؟ للصراحه انا بلشت اقلق، عم بيقولوا في اشتباكات بمنطقه دكوينة. بعد اذنك انا رح روح اطمن عنه. إذا عرفت أي شيء خبرني. وينك يا زلمة؟ علي الياس. لا بتجي على الشغل، ولا بترد على التليفون، ولا بتقعد بالبيت. كنت عم بكتب، والتليفون ما فيهوش حرارة. هات لنا واحد إسبريسو. استاذ محمود. اهلين يا سيلفي. هاي. شكرا سيلفي. عنوان موفق واخراج لطيف. وبتمنى اسمع رايك مرتين بس تروح على البيت وتقرا على رواق. عايز تشربي شي سيلفي؟ لا ميرسي، رح امشي. باي. اوكي سيلفي، مع السلامه. صبحك بالخير يمه. يسعد صباحك وكل اوقاتك يا ست الحبايب. شفتك لابسه وجاهزه. والله اليوم عندي شغل كثير يمه. ايش يعني مش رايحه ترجع عشان نروح على الغدا سوا؟ والله صعب كثير يمه. مش على اساس اتفقنا نروح نتغدى اليوم في دار خالك؟ ايش بدي اسوي اليوم بالذات عندي شغل مهم فوق ما تتصوري. سامحيني. خلص يمه وحياة عيونك الحلوين، المرة الجاية رايحة أكون معك. جدتنا كانوا يحكوا انه مش ممكن يضيع حق وراه مطالب، والحق الفلسطيني مش ممكن يضيع لانه وراه جيش كبير من المطالبين، هو الشعب الفلسطيني بحاله. كلمة أخيرة. الكلمة الأولى فلسطين، والكلمة الأخيرة تحرير فلسطين إن شاء الله. ويا جبل ما يهزك ريح. شكرا لكم. بس اوعوا تحذفوا أي كلمة زي المرة اللي فاتت. هذا كان مجرد خطأ عابر، إن شاء الله ما بيتكرر. مع السلامة. أبو خالد بعدك هنا؟ مش على أساس تروحوا على أوتيل ميركارد عشان توقيع الاتفاق؟ الله، في ايه؟ في خبر مش حلو. في ايه؟ الاخت ندى
مالها ندى؟ استشهدت، قتلوها قدام باب دارها من ثلث ساعه. علي بنا رح تتكسري من خيره، رجعتي مكسور من خارك. لا مو بس هيك، عم تتغزلي فيه بالمقال. بول فيك ما تزعجني بعد هلا؟ مرحبا استاذ محمود. اهلا وسهلا. الك حق تنساني، دعينا مره وحده بعد نص الليل. تذكرتك. والله يا استاذ محمود صاير اليوم المهم نمسي فيه على دم، نصبح فيه على دم. باقي بحياتك بدنا بيشرته. حياتك الباقي. اختلوها قدام بيتها الكلاب. مع انه مش وقتها هلا، بس كان إنه عتب كبير عليك يا استاذ محمود. عتب ايش؟ يعني موقفك من عبد الهادي كان قاسي شوي. مين عبد الهادي؟ الشاب اللي كان معي لما شفناك بشارع كراكاس. ما تذكرته، ايش ماله؟ مش قلت له بالامسي تسجل انت؟ صحيح، اعتذر لي منه، انا كنت متوتر شوي. مش الحال، الحكي اللي قلته بحوار الاسبوع العربي قنعه. مع ذلك اعتذر لي منه. وك يا عمي الكبير بضله كبير. شكرا كثير لك يا استاذ محمود. بتمنى عليك تدير بالك على حالك. مش كل يوم بيكون في عندنا شاعر كبير مثل محمود درويش. تحياتي يا ابو خالد. محمود. انا بحاجة اني اشوفك حالا. ما عم بقدر اتحرك من مكاني. انا خايف يصير اشي مثل اللي صار مع الست ده. هاي انا بالقهوه اللي على اليمين باول شارع مركز البحوث. عم بستناك. مع السلامه. طمني دكتور. وضعه احسن بكثير بالنسبه للمره الماضيه. بس بعده بيشوفش منيح بعينيه، بعدها انا مغبشات. مع ذلك وضعه احسن بكثير، بس هالغبش ان شاء الله راح يزول بالتدريج. المهم انه قدرنا نتخلص من الالتهاب اللي كان عم يهدد عيون التنتين. الحمد لله يا ربي. خير استاذ محمود، ايش فيه؟ الصراحه من وقت ما استشهدت الاخت ندى وانا براقب كل شيء عم يصير حوالي، بعدين لاحظت انه في واحد عم يراقبني. قلت لازم اسال. خطر لي يكون الختيار باعت حدا يحرسني، بعدين قلت ممكن يكون مجرم بده يغتالني. خليني اقطع الشك باليقين واتصل بابو خالد اساله. عملت عين العال، وين هو اللي بتحكي عنه؟ من خمس دقائق كان برا. تقصد الناصح ابو الشوارع؟ بالضبط هذا هو. هذا ابو ديب، واحد من وحوش ال 17. الختيار اكيد هو اللي بعته عشان يحميك. يا رجل كان يقول لي. حقك علينا استاذ محمود، جماعتنا كان لازم يخبروك. انا اسف جدا، معلش ابو خالد تعبتك معي. لا ولا يهمك، هذا اللي عملته هو عين العال. إن شعبنا يتكلم، إن شعبنا يتكلم وهو يتطلع إلى المستقبل أكثر مما هو مقيد بمآسي الماضي وأغلال الحاضر. وإذا كنا ونحن نتحدث عن الحاضر نعود إلى الماضي، فلأننا نريد أن نوضح بداية الطريق الذي نشقه إلى المستقبل المشرق مع كل شعوب العالم عامة وحركات التحرير خاصة. ومن هنا
يبدأ جزر المشكلة الفلسطينية. إن هذا يعني أن أساس المشكلة ليس خلافا دينيا أو قوميا بين دينين أو قوميتين، وليس نزاعا على حدود بين دول متجاورة. إنه قضية شعب اغتصب وطنه وشرد من أرضه لتعيش أغلبيته في المناف والخيام. إن الجانب الذي يقف فيه حال إن الجانب لما بتشك بأي كلمة سكنها. Hello, Plaza Hotel. Good day. Pass me to the reception, please. Hello, miss. Yes, it's me again. My friend's name is Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, coming from Beirut. Yes, I'm holding on. Yes, miss. From Yemen? Yes, connect me with him, please. أهلا يا صديقي اليمني. أهلا محمود. لا أنا بيتي قريب من الأوتيل. أنت استناني باللوبي وأنا 10 دقائق بكون عندك. مع السلامة. مرحبا يا بروفيسورنا. لا طمن هالمرة ما فيش مشاكل. لا ما فيش اشي، بس انا بحكي مشان اخبرك انه محمود صار هون بنيويورك، بفندق بلازا، وانا هسه رايح لعنده. تمام، معناته بنلتقي هنا. مع السلامة. مع السلامة. كل هالسنين ولساتك مستوحش؟ شوف محمود، يبدو لي اني انا من نسل الجامش اللي صاح اماه لماذا وهبت ابنك هذه الروح القلقه. توقعتك تستقر بالشام لانه هواك عروبي. والله هي الشام حلوه واهلها طيبين، بس ايش؟ ما هي يمكن المشكله عندي، يعني انا بحس روحي موزعه بين هون وبين هناك. أنا بروح على الشام بحن لهون، باجي لهون بحن لهناك. أهلين دكتور أدوار. تفضل لهون. أهلين يا باشا. كيفك؟ أهلا وسهلا. يبدو بتعرفوا بعض من زمان بالأسماء، وقد حان الأوان لالتقاء الفرسان. تفضل لهون. شكرا. كيفك دكتور؟ الحمد لله. كيفك أنت؟ أهلا يا أستاذ محمود. يا مرحبا محمود. أنا رايح أعترف لك بإشي. أنا من سنوات ما ضبطتش نفسي متلبس بأفكار شخص تاني زي ما ضبطت نفسي متلبس بأفكارك في آخر مقالة لك في مجلة الشؤون الفلسطينية. هذا أجمل إطراء بسمعه في حياتي.